السعودية والإمارات بطريقة سهلة. بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية، اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونتسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فورا أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانيتك. مشاهدينا مرحب فيكم بحلقة جديدة من أوتو فوكس مع أوتو ستارز وكلاء سوبرو بلبنان أوتو ستارز كوربوريشن. طبعا معنا رنا عبود مثل عادي اللي جربنا. هاي رنا. هاي جوش. يعني اليوم حديثنا عن سيارة كتير مطلوبة بهالفترة من السنة، هي الأوتباك السيماتريك الأول وي درايف اللي جاهزة لكل التحديات. بداية خبرينا مثل انترو عن هالسيارة، بدنا أكيد نحكي بالتفاصيل عنها وعن السبيشال وينتر ديل اللي محكوم معنا بهالفترة مع سوبرو. يعني جورج مثل ما ذكرت من وحي هالتأس اللي عم نقطع فيه هلا العواصف، مين قلنا أفضل من سوبرو والسوبرو أوتباك تترفقنا بكل الروت كونديشنز حتى والتلج وتكون معنا وتعطينا الثقة خلال إيادة. طبعا سوبرو أوتباك الكروس أوفر اس يو في اللي عرف بالنيو ليفلز اوف كابابيليتي، خاصة وقتها يقولوا لك live confidently live now، عم نحكي عن قدرات عالية جدا على الطرقات على كل الطرقات و off-road capability. مثل ما عم نشوف جورج هال elegant classy look، إنما كمان دايما المزيج مع السبورتي appearance طيعت الايدنتيتي اللي عرف فيها اجريسيف كمان هسه تعطينا الطابع كل حال يعني الاوتباك انه فعلا جاهزه لتخطي كل التحديات ومختلف على الطرقات دايما تتماشى مع اللايف ستايل لسوبرو كوميونيتي. اكل حال سوبرو بشكل عام معروفه جدا بالسيستم الفور ويل درايف تبعها اللي هو سيماتريك الاول ويل درايف اللي دايما بنحكي عنه بي اوتو فوكس والبوكسر انجن كمان. يعني واليوم رح ندوي اكثر على الاي سايت وعلى الاكس مود وعلى كل الليفلز الفيتشرز كمان اللي موجودين فيها. خلينا كان ننتقل معك الى داخل السياره ونشوف ابرز الاوبشنز الموجوده بداخل السوبرو اوتباك. تعالنا لداخل السوبرو اوتباك وفعلا سلام من حيث الجلد الستيتشين القعدة المريحة جدا رنا فتحة بالسقف كمان كتير عريضة. ولا بدي خلي لك المجال تخبريني أنا عن أبرز الأوبشنز وبعرف سيستم الكاميرا كتير حلو بالسيارة. أكيد يعني بلشنا بالقعدة المريحة داخل السيارة فعلا. والفخمة جورج دايما سوبرو بتركز على الكونفورت للباسنجرز. وتننتقل للكاميرا يعني هون مثل ما عم نشوف على 8 انش LCD touch screen اللي تتحكم فيه بطريقة very friendly وكمان من خلال الفولان وألوانه very friendly كمان كمان وبتعمل ميرورينج على التليفون تبعك بنفس الوقت هون دايما تيسهل لك عملية التحكم بالتليفون والكوميونيكيشن. إنما كمان هالسكرين ما ننسى بنفس الوقت رير فيو كام وفرونت فيو كام. رح نشوف هلا كيف هي فرونت اند سايد فيو وكمان وايد فيو يعني كل شيء ريليتد تو سيفتي تو اذا بدك يعني فاسيليتيز موجود بالهالشاشه اللي قدامك. بدنا نحكي اكس مود قبل ما نتابع الاكس مود كمان عم نشوف الكبسه اللي موجوده هون وهلا الاكس مود كمان رح يكون كتير افيكاس خاصه بهالطقس بهالطقس وعلى الثلج ورح يختبرون الناس وعم يوصلنا باي ذا واي كثير فيدباك فيري بوزيتيف فيدباك. الكاستمر ساتسفاكشن دائما عم بتكون عاليه جدا بفضل الاكس مود والتكنولوجي جورج. الاكس مود اللي هو بريكنج سيستم بتسوق السيارة بطلعة أو بنزلة على الطرقات الوعرة على الجليد من دون ما تتحكم أنت بالبريكينج ولا تدعس أبداً على الفرام. أنا سيستم الاس اي درايف مثل العادة السبورت مود والإنتليجنت مع البادل شيفت كمان يعني شو بدك أحسن من أنه تسوق السيارة بلو فيول كونسومبشن يوزينج ذا إنتليجنت مود. وإذا حبيت تعطي بيرفورمنس أكتر للموتور على الطلعة عندك كمان السبورت مود. أنا طبيعي حديثنا معك حكينا بادل شيفت كمان بادل شيفترز اكيد للكونفيدنس وتتسلى اذا بدك أكيد. كمان بلاجر اوف درايفنج اكيد. هلا بدنا نحكي نرجع عن الاي سايت نحكي انجن ونشوف شو هو الوينتر اوفر اللي عم تقدمه سوبارو بهالفتره.
صرنا نحكي performance عن الاوتباك، بس الاهم كمان ندور عليه من ناحية safety هو سيستم الاي سايت اللي بتنفرد فيه سوبرو. رنا رح نشوف بعد شوي على الشاشة اكيد هذا السيستم عم بيكون على جوانب المراية. الاي سايت هو اكيد related للpreventive safety بالسوبارو، سيستم كتير متطور وكتير عم بيساعد، وأخذنا already الفيدباك من اليابان وبلبنان بلشوا العالم يكونوا كتير satisfied، عم يطلبوا حتى الأوتباك والأكس في بالآيسايت. ليه؟ لأنه هو تنتفادى الحوادث على الطرقات. خلينا نبلش بأول function للآيسايت، إذا كنت سيئ ومنك منتبه على طريقك، هون أكيد أنت ما رح تدعس على الفخان، بس السيارة رح توقف لحالها. ممتاز. كمان فانكشن تانية للآي سايت، إذا كنت صافف وهيدي كتير بتصير، بدل ما ترجع لورا بالغلط بتحط على الدرايف بتكون مستعجل، وهون السيستم الذكي للآي سايت بيخلي السيارة تضل محلها، وهون ما بتفوت بالحفة أو حيلا أوبستاكل قدامها. والأدابتف كروز كنترول كمان من فيتشرز للآي سايت، يعني إذا كنت سيئ على الهاي واي وحددت سرعة سيارتك خلينا نقول 80 كيلومتر وفجأة السيارة اللي قدامك خففت ورجعت كفت، هون السيارة كمان رح بطريقة ذكية توقف لحالة تخفف حسب سرعة السيارة اللي قدامك وترجع تمشي حسب السرعة اللي أخذتها. سريعا فيتشرز المحرك، كم سيلندر الأوتباك وكم حصان قبل ما انتقل للسعر؟ الأوتباك بـ 2.5 and 3.6 لتر بوكسر انجن، وبوكسر انجن كمان من المميزات سيارات السوبرو غير السيمتريك الأول ويل درايف، يعني نحن منقول بي دي ان اي السوبرو. وكمان ما ننسى انه السوبرو اوتباك دائما مثل كل سيارات السوبرو 5 ستارز توب سيفتي. سريعا بنكون مع الديل وبدنا نحكي اكثر عن الوينتر اوفر واكيد سعر السياره. بعد ما حكينا عن كل فيتشرز سوبرو اوتباك رائعه جدا، صار وقت خبرنا رنا عن اول شيء الوينتر ديل موجود بهالفتره من السنه. سوبرو وينتر ديل هلا مندعي كل المشاهدين وكل الكلاينتس عنا يتفضلوا على الشورومز تا يستفيدوا من سوبرو وينتر ديل up to $2,000 وينتر باكج من سوبرو. أكيد غير أنه تعملوا تيست درايف على الأوتباك، كمان تابعونا على إنستغرام وفيسبوك سوبرو لبنان تتعرفوا أكثر على الديل ونخبركم أكثر. وسعر السيارة ابتداء من $35,900 بس، ونحن موجودين بالزلقة، الصيفي، الصيدا، بعقلين الشوف، نهر الموت، جونية، وترابلس والكورة. شكراً رنا على كل المعلومات، أكيد نشوفك بحلقة مقبلة. بكرة أكيد تابعونا بسيارة جديدة مشاهدينا، إلى اللقاء. حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان، السعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء، ونتسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فوراً أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك.